السلام عليكم. اليوم ما جيت نقدم لكم المغرب بالخميرة البلدية. بسم الله على بركة الله. أي خميرة ديالنا، الخميرة البلدية. تبارك الله ما شاء الله، كيف عاملة هي؟ انا خدو هي نزلو هنا. عندنا جوج كيسان ديال السميدة الرقيقة ديال اللي كنعملو بها المغرب، عندنا جوج منها، وعندنا مغرفة صغيرة ديال الملح، مغرفة صغيرة ديال العسل، والماء. أنا عمري ما عبرت شحال، غنحاول نعبر شحال غادي ياخد ديال الماء تاع الخميرة البلدية. غنحاول نوزنها، نشوف شحال غادي نعمل فيها. أنا ما كنوزنهاش، كنعمل عين الميزاني. بالنسبة ديال سميتو ديال السميدة الرقيقة، جوج كيسان ما يعادل 310 ديال الجرام. صافي، غادي نعبر الخميرة في الميزان. بسم الله. ميتين وخمسين. خليها صافي 270. صافي، نكب الماء، قلت الماء تاع الاخر ونشوف شحال ناخد. نزيد عليه الماء يكون دافي، ماشي سخون بزاف، غير دافي. خميرة غنخلط هنا غير بالميكسر. هيا خلط، حطيت هنا الخميرة والماء، غنخلطو مزيان وغنضيف عليه باقي المكونات. هذا خلطو شي شوية غير هريدة، هذا نكسيوه. الكاس الاولاني والكاس الثاني، غادي نزيد عليه الماء. نزيد الملاح، غادي نزيد العسل. العسل باش تخلي البريد ديالنا تعاون الخميرة البلدية باش يخمر، باش كتعاون يخمر طرية. ما كاينش العسل، تقدر تعمل شي مغرفة صغيرة ديال السكر، انت مشكل. صافي، راه كبيت من نص لتر ديال الماء، ولكن كنظن باقا نزيد. نزيد شوية د الماء، صافي عاود ميكسيوه. إلا مكانش هدا متوفر، تقدر تخلطو، خ
خلاط الكهربائي. نشوفوا الكثافة ديالو، زيد له شي شويه د الماء صافي. نغطيوها ونخليوها يخمر. ها هي الكثافة ديالو كيفاش كتجي. ها صافي، طحنا ديك الطحان يصير كامل دمجوا مع بعضياتهم. صافي ونخليوها يخمر. غنرجعو ندوزو المرحلة اللي غنطيبو فيه البغرير. يلا اهو صافي غطيتو، وغادي نديه نحطو على آلة البانيني سخنتها شوي شويه، وغنطفي عليها ونحط عليه البغرير ديالي باش يخمر دغيا، باش السخانة تساعدو دغيا دغيا يطلع متعطرش بزاف. ها هو حطو عليها وصافي. ها هو البغرير ديالنا بعد ما خمر هدا تحركو ندوزو نطيبو. بسم الله حنا نبداو نطيبو، نعمروش المغرف شوية. تبارك الله الناس كتسقط، ما خليت الساعة ديال التخمير فقط ليها غير ساعة ساعة صافي كانت خامرة. واني ما قلت لكم راني حطيت على ديال الطوست كندفيها ونطفي عليها صافي باش كتخمر دغيا. مقطعش التصوير غنخليها لكم هيدا. صافي هيا بغرينا. هكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ها هو البغرير ديالنا، شوف كيش عاملين بينات ما شاء الله. نتمنى يعجبكم وتجربوه. دابا بقالنا غير كبوا عليه سيلة. انا عندي هنا مدهون بالزيت زيت العود، نتوما الا ما دهنتوش ها هو خصكم تخليوها على شي ملي كتكون كطيبو تنزلوها على شي
علاش يدير حتى يبرد؟ عاد نملو على بعضهم هنا هنايا، كنت كندهن زيت زيتون ونحطها ديريكت على بعضياتهم. هاو كيفاش صحتكم راحتكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.